عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. موضوعنا اليوم بينت لاب. بينت لاب من أحسن برامج الإيميوليتر اللي موجودين حاليا، واللي يخليوني نجم نخدم لاب في مجال النتورك سيكوريتي والسيستم. في فيديو متاع اليوم باش نوريكم كيفاش نحطوا بينت لاب من الصفر، يعني باش نبداو من داونلود سيت اب كونفيجوريشن، وباش نوريكم كيفاش نعملوا اكسس للديفايس اللي موجودين في البينيت لاب. لكن قبل كل هذا الكل، ما تنساوش كالعاده باش تحطوا لايك على الفيديو وابوني للشان باش توصل المعلومه لاكثر عدد ممكن من المتابعين. باش نبداو البينيت لاب، لكن قبل البينيت لاب لازم يكونوا عندي برنامج فيم وير، لازم يكون موجود هذا قبل ما نبداو البينيت لاب، وبرنامج اخر اسمه وين اس سي بي باش نوريكم كيفاش باش تستعملوه. هذا هو برنامج وين اس سي بي. عندنا الفي ام وير وعندنا الوين اس سي بي. نبداو في البينيت لاب. اول حاجه نعملوها داونلود بينيت لاب. ندخلو اول لينك، نعمل سكرول نوصل نلقى لينك بينيت لاب على جوجل درايف. يجيني اللينك، نعمل داونلود. بدأ الداونلود عندي، نخلي الداونلود هذايا ونحط لهنا اللينك اللي باش نحطه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو اللي هو ادونز فايل، باش نعملو داونلود للادونز هذوما ونشوف كيفاش نعمل المانيبيوليشن. بدأ الداونلود عندي بتاع تو فايلز، والمرحلة اللي بعدها نقعدو ننتظرو حتى يكمل الداونلود. كمل هنا الداونلود باش نلقاو تو فايلز pnet.ova و addons.rar. اول حاجة نصنعو فولدر، نصنع هوني نيو فولدر ونسميوه ادونز. نعمل اكستراكت للفايلز اللي موجودين، اكستراكت دوكيمنت، نمشي لل وين موجود البينت لاب ادونز. اوكي، كملنا الاكستراكشن، نمشي لللينك اللي هو .ova، نعمل دبل كليك باش تلاحظوا اللي هو باش يتزاد لي في الفيم وير. باش يجي يقول لي راهو امبورت بينيت، حطو امبورت ونقعد ننتظره حتى يكمل الامبورت. كملت عملية السيت اب. المرحلة اللي بعدها هي باش نمشيو نعملو الإعدادات اللي هي settings، ونبداو أول حاجة هذه يقول لي قديش رام نحطوها، قد ما يكون عندك رام يعني يكون أفضل. البروسيسور يعني باش نخليو 4 بروسيسورز، وأهم شيء هو يعني نحط ال virtualization engine يعني كوشيو. هارد ديسك نجم نبدل فيه، نتورك ادابتر به، هنا نحط اوكي. لكن قبل كل شيء باش نمشي لل فيديو نتورك اديتور باش نعمل اعدادات متاع نتورك كارد. لهنا كل فيرتشوال كارد باش نلقى علي 3 انواع متاع configuration. ال VM Net 1 باش نختاره بريدجت. علاش باش نختاره بريدجت؟ انا يعني كونكتد وايرلس للبي سي، الجهاز البي سي. نحط بريدجت باش نخلي البينت لاب والديفايسز اللي فيه نجمو يكون كونكتد انترنت. باش نحط VM Net 1 هي باش تكون كونكتد للانترنت، ونختار مثلا VM Net 3 اللي هي باش تكون هوست اونلي باش للكونكشن ما بين الريال بي سي والفيرتوال يعني بينت لاب.
باش تكون باش نعمل عليها الاكسس من الهاردوير، يعني من البي سي متاعي. حط اوكي، عاود نرجع يعني الاعدادات اللي هي السيتينجز، ونختار في الكاستم ونختار فيم نت 1 اللي هي اخترناها يعني بريدجت، وفي الثانية نختار فيم نت 3 اللي هي هوست اونلي. اوكي، ونعمل اوبن للفيرتوال ماشين. هنا الجهاز البي سي متاعي عنده يعني كونكتد انترنت وموجود دي هاتش سي بي، هذاك علاش باش ياخو ادرس اي بي اللي هي باش تكون ديناميك. كما شفتوا خذا ال 192 168 واحد 23 باي ديفولت روت بينات. انا توا موجود على ال CLI، تقعد عندي يعني الاعدادات فايلة تو تشانج باسورد، اذا نحب نعمل تشانج للباسورد دومين نيم. لهنا اذا عندي انا في النتورك عندي دي اس سي بي نحطها دي اس سي بي، لكن اذا ما عنديش انا دي اس سي بي سيرفر باش نحطها ستاتيك ونحط اي بي ادرس. احنا هنا عندنا دي اس سي بي، حطينا اوكي، هذا ان تي بي سيرفر دايركت كونكشن. هنا نكونوا كملنا السيتينجز على السي ال اي باش يعمل ريبوت، ننتظره حتى يعمل روبوت. كمل الروبوت، قولوا اللي هو نشوفه اللي هو كونكتد بالاي بي ادرس 192.168.1.23. نمشي توا للبروزر اللي هو كروم، نحطه 192.168 نفس الاي بي ادرس، مش دخلنا اول مرة على الجرافيكال ويب. فما زوز خيارات، اونلاين مود اوف لاين مود، نختاروا الاوف لاين مود وعندنا الباسورد واليوزر نيم ادمن باسورد بينات، حطوا الكابتشا لوجين. احنا توا على البينت لاب، اذا نحبوا نصنعوا لاب جديد نمشيو للايكون هذه اد لاب اد نيو لاب، نجم نصنع فولدر مثلا، نقول راني باش نعمل لاب اللي تابعين سيسكو، ونحط اللاب مثلا تحت سيسكو نسميه راوتينج مثلا، نحط كان راوتينج، نخلي هذوم الكل يعني موجودين ونحطه ات. احنا هنا على البينت لاب اللي نجمو نحطه فيه اللاب متاعنا نخدم عليه، لكن كيما تشوفوا كان نحط نوت يعني باش نحب نضيف ديفايس رايت كليك ونود، لكن نود توا باش نلقاو فما كان فيرتوال بي سي ما فماش يعني السيسكو ديفايسز، هذاك علاش قلت لكم راو باش نلقاوهم في الفولدر اللي احنا هبطناه. دونك تابعوني كيفاش باش نعمل انا توا بالوين اس سي بي. انا توا على الفولدر وين فما، باش نمشي الوين اس سي بي ونحط الاي بي ادرس بينت لاب يوزر نيم روت بينت ابديت. نمشي
opt folder opt unit lab وين فما add-ons اللي هي باش نعوضوها بالفولدر اللي هو موجود على البينت لاب اللي هو هذا. باش نعمله سحب هنا وننتظره حتى تكمل العملية. كملت العملية. آخر حاجة هي باش نرجعه للبينت لاب كلوز لاب نمشيو وين فما devices ونعملو داونلود للدوكر اللي نحبو عليه. عنا كروم واير شارك يوبنتو سيرفر. شنو هو الدوكر؟ يعني باش يخلي نحطو get device نحطو هنا get device للدوكر اللي نحبو عليه. دوكر يعني ننزل الابليكيشن جاست نهبط جوجل كروم يعني نستعمل كان جوجل كروم تشوفوها اللي هي يعني نستفيدوا منها برشا. كمان الداونلود نشوفوا اللي احنا يعني هذوما هما الديفايسز اللي موجودين حاليا وكي نحطوا نود بالرايت كليك ولا يخرجونا ويندوز سيرفر فورتينيت سيسكو اي ويل سيسكو اي ويل ودوكر. دوكر هما اللي قلنا نختاروهم نجمو نلقاو فيهم واير شارك كروم اباش سانتو اس اللي نحبو نختاروه. نختارو طريقة الكونسول ونحطو سيف. نجمو حتى نختارو يعني ال number of nodes نختارو قد ما نحبو مانيا سيرفر هذه الايكون نجمو نبدلوها والنود نجم راوتر ولا اي ويل. اي ويل عندي النسخة L2 اي ويل موجودين عندي هذوما الكل نسخ يعني سويتش نختار منهم نسخة. وإذا نحب نعمل أكسس للسويتش عنا HTML console لازم تكون يعني activated ونجي للسويتش مثلا اللي نحبش نعمل عليه و just نعمل عليه كليك. وإلا إذا يكون عندي بوتي يعني نحل البوتي نحط 192 168 123 ونشوف البور نمبر هذا تنات 3 8 حط تنات هذا 40 جيت. نحب ندخل على السويتش نعمل اكسس للسويتش ناخو الاي بي ادرس 192 168 123 والبور اللي هو كما قلنا 30 10 110 تنت. انا توا على لير 3 سويتش. هذا كيفاش نعمل اكسس. نجم نربط على السويتش. هذا ماي بي سي اذا انا نحب نكونكت يعني بالفيرتوال كارت اللي قلت لكم عليها مريتها لكم. كيفاش نحطوها ماي بي سي؟ جاست نحطو نتورك وكلاود وان لايكون نبدلوها ماي بي سي لهنا ماي بي سي سيلكت حطو سيف.
هذا البي سي متاعي اللي هو ماخو في ال في ام نت 3. نجم نشوفوه ان سي بي اون سي بي ال هذا هو. خليني كونكتد للبي سي. اوكي، يعني هذا السيسكو ال2 سويتش، الواير شارك، هذا الواير شارك يعني الدوكر، شوفوا يعني اللي هو جاست الابليكيشن يعني موجودة، نجم نحطوها يعني باش تعمل لنا يعني ليسنينج على الترافيك. هذا الاباش سيرفر دوكر، نجم نعمل عليه اكسس. هذا الفورتينات، هذا الجوجل كروم. اذا هذا يعني السنتويس، ننتظروه. واخر شيء هي الويندوز سيرفر، لازم نحلو ار دي بي، نشوفوا رقم البور اللي هو 3004، يعني نحطه 192.168.123.3004، 3004، نحطه كونكت. يس، هذا هو ويندوز سيرفر، هذا هو ويندوز سيرفر، شوفوا يعني موجود. حلينا النتورك كارد ويندوز سيرفر، شوفوا اللي هو يعني كيفاش باش يكون كونكتد، شوفوا تبعوا النتورك كارد. دونك هذم هما الاكسس، نقارو احنا في الويندوز سيرفر، فورتينات، دوكر، سيسكو، هذوما هما النسخ الموجودة حاليا. دونك هذه هي الفيديو متاع اليوم، يعطيكم الصحة اللي تبعتوها. كان فما اسئلة ولا اي حاجة تحطوا لي كومنتس، وان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش في الاخر كان عجبتكم الفيديو بالطبيعة تحطوا لايك وابوني للشانل. إن شاء الله في فيديوهات جديدة، إلى اللقاء.